السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف عليك؟ احمد عبد الله الدايزه فهد الشحي، ماجستير اداره اعمال تنفيذي. اهلا وسهلا يا احمد. حضرتك حضرت معنا برنامج الذكاءات المتعدده لبروفيسور توماس ارمسترونج. ايه رايك في البرنامج؟ صراحه برنامج عملاق، لو انه يومين، لكن يعني لو تحسبها غير عندي مفاهيم اساسيه، مثلا ان الذكاء، انا كنت يعني فاهم الذكاء على انه يعني ذكاء في التميز الدراسي مثلا، او ذكاء في سرعه الاستيعاب، لكن تبين الذكاء يعني موضوع اكبر منه يعني يقال في مثلا في لقاء. احمد، مين ممكن يستفيد من البرنامج ده؟ والله تقدر تقول في جميع المجالات، خاصه انا اقدر اوظفه في حتى في المجال العملي، كانتاج، زياده انتاج، او كمثلا في الحياه بشكل عام، في حلول مشاكل. والله بأمانة ما شاء الله تبارك الله، يعني توفقنا في الاختيار مع الدكتور اللي هو كان مع دكتور توماس، اللي هو كان مع دكتور جاردن اللي هو مؤسس هذا العلم تبارك الله. شكرا جزيلا يا احمد، وبالتوفيق ان شاء الله. اوكي، ها شكرا زين، محفظة الاسم جاردن.